ممكن نبدأ نقارن بما بسلاطين عثمانيين ما قبل سليم الثالث حتى. ورغم ذلك أردوغان بكل قوته بكل إنجازاته بكل نجاحاته باسمه بالحرف العربي، فرنسا تقوم ولا تقعد. لكن احنا عاملين المصائب كاتبين اسماء بالحروف اللاتينيه. عارف انت واحد ماشي عريان، مراته ماشي عريانه في الشارع مش لابسه اي حاجه خالص وهو مش شايف عادي لانه هو اتربى على كده. ما هذه المصيبه يا جماعه؟ هنا حضراتكم لابد نقول هي المشكله فين؟ المشكله ليست في الدوله العميقه ولا في اليساريين، المشكله في الحكومه. الحكومه بتتصرف كانها معارضه. يعني حزب الشعب الجمهوري و100 اصداغ هم بياخدوا القرار هنمنع اللغه العربيه والقرار بيتنفذ. يعني أمية إصدار يحكم، حزب الشعب الجمهوري يحكم. مين اللي بيندد وبيشجب؟ اللي مفروض مؤيد الحكومة، اللي هم أصلا في يفترض أنهم في الحكم لكن هم بيتصرفوا كأنهم معارضة. استقلالها وقالها قالوها الزعماء الجزائريين رحمهم الله في بداية الاستقلال، قال استقلالنا ما يتم إلا يوم تستقل فلسطين. موقفها الثابت الداعم للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف والتقادم حسب ما جاء في بيان الخارجية. وأستحضر هنا قول جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم كثر حسادنا. نداء لكل شوفوا النقاب عن نيته زيارة إسرائيل، زيارة هي الثانية في تاريخه، حيث سبق وزار إسرائيل عام 2005 في عهد شارون وكان حينها رئيس وزراء، لكن زيارته هذه تعد الأولى له كرئيس، كما تأتي تتويجا لسلسلة من الخطوات التطبيعية من أردوغان على إسرائيل. أنقرة تستأنف علاقاتها الكاملة مع تل أبيب. الخطوة هذه مقدمة لتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية وتعميق العلاقات بين الشعبين حسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد. أردوغان الذي سبق أن انتقد بشدة فقات السلام التي وقعتها دول عربية مع إسرائيل هو يبذل قصارى جهده لتطبيع علاقات بلاده مع دولة لطالما انتقدها علنا. عقيدة الحشاشين اللي كانوا بيحكموا في شمال إيران وكانوا بيحكمونا في مصر الفاطميين وحكموا تونس ويعتبر هم الدولة العميقة في الجزائر حتى الآن، هم الدولة العميقة في تونس، ومنهم القذافي في ليبيا، ومنهم القرامطة المهم، ومنهم الخارجية وحكموا تونس. حتى يتجنب المسلمون المنافقين اللي عاوزين يهدموا الإسلام من الداخل خلايا التجسس النائمة اللي هي بتستتر اليوم تحت رايات بيستغلوا عاطفة المسلمين تجاه الدم ويقولهم شوفوا بقى سيدنا الحسين قتل مظلوما، تعالوا اشتغلوا مع المخابرات الإيرانية. وإيران سيطرت على سوريا وعلى العراق وعلى لبنان وعلى اليمن، وربنا يستر على أذربيجان، وربنا يستر على باكستان وتركيا والأردن ومصر والصومال ونيجيريا والجزائر والمغرب وتونس فرنسا، وإن احنا يجب إن احنا يعني نطرد فرنسا من النيجر، هناك قوات فرنسية ضخمة جدا في النيجر. هو فعلا علاقته قوية بفرنسا، شغال لحساب فرنسا، الله أعلم ما كنتش بينه وبين فرنسا يعني. ويقولون أنه روسيا هي التي خلف هذا الانقلاب. ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة وخالص العزاء للشعب النيجيري المسلم. للأسف نجح الانقلاب العسكري في النيجر وأطاحه بالرئيس الشرعي المنتخب محمد بوعزوم بعد أن مر فقط مجرد سنة على انتخابه. نفس المؤامرات تتكرر كما تشاهدون، وخرجت هذه الأشكال السيئة القبيحة قبحها الله وعذبها الله بخيانتها. مكن الأمن الخاص به من الوصول إليه. أيضا قال أنه رفض الرئيس محمد بازوم التوقيع على وثيقة الاستقالة، يذكرني بسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نعلق فيها على اعتقال مغني غنى أغنية اسمها أغنية الشعب أو باسم الشعب وحققت 15 مليون على اليوتيوب. وأنا شاهدت حفل في إحدى الجامعات أو معهد تعليمي في المغرب، والله صعقني وذهلني الأمر، ولم أكن أتخيل أن الشعب المغربي يقبل بهذا الأمر. تخيلوا أن الشعب المغربي، أنتم أحفاد المرابطين أحفاد الموحدين تجتمعون بهذا الشكل. تعالوا نشوف الفيديو الصادم جدا، شوف كل الطلبة في الشبابيك وشوف كل الطلبة والطالبات ايه محجبات كمان، شوف كل الطالب. طبعا هو بيغني ضد الملك، العالم كله
وانت بتشاهد يعني احنا الان نشاهد في المغرب وزير العدل طالع يقول سنبيح الزنا. ما هذا الذي كان ينادي به قطرة عثمان؟ هم قالوا له تلك اللحظة حتى يومنا هذا. ونحن نشاهد يعني القذافي كان منهم، الدولة العميقة في تونس، في الجزائر حتى الآن، بل نحن نجد أنه بيأتيك حكام مجهول النسب، أنت لا تعرف يعني هؤلاء لا من قبيلة عربية ولا من أي أحد، سنوات شيعية. وأن يحفظ شعبها وأن يحفظ رئيسها المنتخب. اللي حصل في السنوات الماضية أن قوات فرنسا انسحبت من مالي واتجهت إلى النيجر، وانسحبت من بوركينا فاسو واتجهت للنيجر. فطبعا اللي حصل حاليا يا جماعة، جرى طرد فرنسا من مالي، وجرى طرد فرنسا من بوركينا فاسو، أيضا جرى طرد فرنسا من الجزائر، وإحنا مش عايزين ندخل في التوترات اللي حصل مع الجزائر. طبعا الدولة العميقة في الجزائر مستمرة، الدولة العميقة في الجزائر هم الشيعة الإسماعيلية، وهم مولين حاليا لفرنسا، لكن ما في مشكلة أن هم ينقلوا ولاءهم لأمريكا أو للصين حسب الظروف. يعني اتشاب طبعا فيها الامور. انا شخصيا بقول لك اهو، انا ضد مرسي ومع السيسي. ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم في هذه الحلقة التي نجيب فيها على سؤال: متى سيسقط السيسي في مصر؟ النفاق والاعتناق. زينب مش عارف مين، حتى اخترعوا اولاد لسيدنا الحسين لم يولدوا اصلا، يعني حتى غير موجودين في اسماء موجودة في كتب الشيعية. النسب الباطل ده. فقالوا ايه؟ جه مؤرخ مغربي اسمه احمد ابن خالد الناصري، المتوفي سنة 1897. الباشا ده ألف كتاب اسمه الاستقصاء في اخبار المغرب الاقصى. جميل جميل. وقال لك انه النسب الاسرة العلوية مش النسب يا اخوانا الاولاني ولا التاني. امال ايه يا امال ايه النسب يا عم الحاج؟ قال لك محمد النفس الزكية كان ليه ابن اسمه القاسم. يمين ملتفتين معايا، والقاسم ده هو اللي خلف اسماعيل اللي عليها المشكلة دي كلها يعني. واكد الكلام ده موقع النسابون العرب. طيب يا ترى المؤرخ ده كلامه صحيح؟ يعني هو وموقع النسابون العرب، ولا زي اخواته زي اللي فاتوا؟ الجواب طبعا معروف، طبعا يا بشوات زي اخواته، مش محتاجة سؤال يعني يا مؤمن. ليه؟ لان كل النسابة اللي فاتوا دول قالوا ان محمد النفس الزكية ملوش ابن اسمه القاسم، وملوش ذرية ولا احفاد الا من ابنه وواحد، عبد الله الايه؟ عبد الله الاشتر. زينب مش عارف مين، حتى اخترعوا اولاد لسيدنا الحسين لم يولدوا اصلا، يعني حتى غير موجودين في اسماء موجوده في كتب الشيعية.